إلى مواقف غير مرضية مع الكابتن حسن أحمد أو مع نادي النجف الرياضي. طيب دلي أنا راح أتدخل بالموضوع وراح أتصل بالحكم وراح أقول له إنه إحنا نريد يعني تحكيم بالحق. أنا ما طالب شيء من عندك لأنه اليوم نادي النجف تعرف أنت نادي جماهيري ونادي يمكن حوالي ما يقارب 30 سيارة إجت من محافظة النجف إلى ملعب الشعب وبهذه الظروف الصعبة. رغم كل الظروف إنه إحنا يعني وافقنا على هذا الحكم وكنا قبل يومين اتصل الكابتن رحيم لفة عضو الهيئة الإدارية لنادي النجف رئيس الاتحاد القدم أيضا بالأستاذ طارق أحمد وقال له إحنا محتاج حكم أن يكون عادل لا نرجع إلى يعني في الفترة السابقة إنه الحكام بعض الأحيان تكون هناك غبن إلى يعني فريق زين صار شيء بالمباراة دكتور صار شيء يعني مراضين عليه ركلة جزاء واضحة وصريحة والكل المعلق واستوديو التحليل والمواقع التواصل وإحنا شفناها بأعيننا داخل الملعب إنه ضرب ركلة جزاء واضحة وصريحة يعني مع الأسف وما احتسب لذلك يعني إحنا دورنا كإدارة نادي النجف يعني راح نقدم مطالعة إلى الاتحاد بأن هذا الحكم ما نحتاجه بعد يعني بالأخرى يحكم إلى فريقنا. ما تريدوا يحكم لكم يعني أصلاً يعني لمبارياتكم؟ إيه نعم حصراً لمبارياتنا إحنا يعني بعد ما نقبل إنه يحكم. طيب إذا كل حكم يخطأ نحرمه من تحكيم مبارياتنا بعد ما نلقى حكام دكتور؟ لا كابتن الخطأ أوقات الخطأ يكون مثل ما يقول ما واضح. نعم. الخطأ يعني مثل ما يقول هو قريب علي وبنفس الوقت. أتحسه متعمد بصراحة يعني؟ كابتن أنا ما مو بداخله ما أقدر أقول متعمد لكن طيب. أنا أشكلت علي قبل لا يكون المباراة. حلو. وبلغت رئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة الحكام. دز احد المقيمين المحترمين الدكتور سمير مهنا وبنفس الوقت هناك شخص اخر ايضا يراقب المباراه لان قلت له محتاج مراقبه يعني دقيقه طيب. لهذه المباراه. انا ما عندي وقت شكرا محتاج. جزيلا لك دكتور اكمل الحديث مع الكابتن حسن شنو ملاحظاتكم على الحكم؟ والله انت تدري استاذ انا عندي تجربه مع الاستاذ هيثم يعني استاذ هيثم من الحكام الجيدين لكن انا عندي مشاكل وياه من خلال من كنت بالنفط من كنت بالكهرباء وخصوصا من يحكم النادي الطلبة مع احترامي إلى حكم جيد وهذا يعني تكون هناك أخطاء يعني يشجع طلبة شنو لا هو مو أنت شنو هذا تلميح واضح لا إحنا شنو يعني عنده تجارب سابقة مو بس ويانا ويا بعض من يحكم للطلبة يكون أخطاء أخطاء لصالح من أخطاء صالح الطلبة طيب فاحنا اليوم شنو النقطه اللي احنا اشتغلنا احنا اليوم ضربه جزاء واضحه بالدقيقه 9 يعني واضحه والتواصل جزاء كابتن التواصل الاجتماعي الان كل هاي الطرق لها لا رايك مهم جدا خلي كابتن يلا جزاء طبعا تحيه للدكتور عباس وللامانه هو بالاخر الحكم انسان طبعًا. معرض للخطا لكن انه تقول لي تسالني انا كفريد مجيد انه نوعا ما اثر على نتيجه المباراه بشكل نهائي انه استاذ هيثم لا بالعكس انه خطاها اذا اكو ضربه جزاء فلصالح الطلبه اكو ضربه جزاء يعني اكو خطا يعني انا ما شفتها حسب ما اتصلوا بي قالوا انه اكو ضربه جزاء وبالاخر لا فريق الطلبه ولا فريق النجف لا مو هاي نقطه حلوه نعم. يعني النجف ما يقولون اكو ضربه جزاء لا علينا احنا يحسبون بس لا 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 اكو ضربه جزاء ضربه جزاء عليكم اعتقد ما محمد انا كنت قريب عليها يعني حتى الحكم انطى كارت اصفر لي انت حايل محمد جفال معروف بالتحايل داخل منطقة الجزاء يعني أنا مع احترامي للجميع بس ضربة الجزاء إنه يعني واضحة حتى الاستوديو التحليلي يعني حللها بشكل وعادها أكثر من مرة إحنا هاي ماكو مشكلة بس إحنا دا نقول يعني هو الحكم مو متحيز لكن هو سبحان الله يعني ما يتوفق يعني مع الفرق اللي تلعب ويا الطلبة اثنين احنا هو عنده تجربه مو تقول حسن احمد لان الان عن النجف لا هم النجف العام صرحوا وقالوا اذا اجى هذا الحكم للنجف ما نضمن سلامته لان الجمهور ما الجمهور على طول يعاني من 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 الحكم فانا اقول يعني بالعكس احنا ما نريد نظلم الرجل انسان مهذب وانا اعرفه شخصيا وصديقي اللي خارج الملعب لكن انا داخل الملعب يعني انا اقول لك يعني سبحان الله تصير مشاكل تتفق مع رايهم ما تريدوا يحكم للنجف لو فقط في مباراه الطلبه
انت رايك الفني؟ لا هو انت اي يمكن انت بالعالم كله اذا عندك مشكله ويا الحكم ما يخلوا لك اياه مباراه حتى يبتعدون عن المشاكل. طيب. لان اكو حساسيه بينك وبين الجمهور.